موضوع مهم بزاف غادي نتاكو عليه هذا النهار، هو النوم ديال الاطفال. هو خصنا نعرفوا بانه النوم حاله فيزيولوجيه مهمه بزاف للذات وبالاخص للاطفال. علاش؟ حيت هذيك الهرمون ديال النمو هي اللي تتكون سيكريتي في الليل. تقريبا 80% ديال الانتاج ديال داك الهرمون تيكون مع النعاس وبالاخص مع البدو ديال الليل. لاجل هذا الطفل الا بغيناه باش يكبر مزيان وباش يكون النمو ديالو مزيان، تيخصو يكون عنده واحد النعاس اللي هو مزيان. ملي تيخلق الطفل تيحتاج واحد 18 ساعه ديال النعاس، ولكن حد هو تيكبر هو داك النعاس ديالو تيمكن له ينقصوا له. بحال مثلا ملي تيوصل العامين تيخصو 12 ساعه، ملي تيوصل 5 سنين خصو واحد 11 من ساعه، ملي تيوصل 10 سنين خصو واحد 10 ديال السوايع ديال النعاس. مهم بزاف هاد النعاس بالنسبه لهاد الاطفال هادو. النعاس هو اهم شيء بالنسبه للطفل من بعد التغذيه. التغذيه مهمه، ولكن النوم هو اللي تيجعلو بانه في الصباح ملي تينوض تيلقى داك الطاقه ديالو باش يمشي للمدرسه وباش يقرا وباش يلقى التركيز ديالو مزيان وباش يلقى حتى الصحه ديالو. الطفل الا ما كانش تينعس تيبقى النهار كله هو ما تيركز مزيان، ما تيقرا مزيان، ما لا ميموار ديالو ناقصه، الدراسه ديالو ناقصه. دونك هذا مهم بزاف انه نردو بالنا النوم ديال الطفل. الوغ ملي تيدخل الدري للمدرسه تيبدا بعد نوبات تعطل شويه بداك النعاس، ما تيبغيش يمشي للفراش، تيشوف الوالدين ديالو باقيين جالسين واما على الطبله ديال العشاء واما تيتفرجوا في التلفزيون واما مسائل بحال هكا. لا، خص الواحد الاباء يحرصوا انه الاطفال ديالهم ياخذوا الوقت ديالهم ديال النعاس الكافي. ولاجل هذا تيخص يكون في الدار واحد الجو ديال عائلي اللي غادي يسمح لذاك الطفل انه يدخل البيت ديالو ولا يمشي الفراش ديالو بواحد السهوله بواحد السكينه، ويعرف بان انه داك النعاس راه هو داك مهم بالنسبه ديالو الا بغى في النهار يكون في احسن يقظه ويكون مثبت في القرايه ديالو. الوغ حنا تنقولوا للوالدين باش يهيئوا واحد الوقيته ديال النعاس ملي تيبغي داك الطفل يمشي للفراش ديالو، اللي تيعطيوه الاباء ديالو واحد الاطمئنان. واما مثلا تيقراو له واحد الحجايه، واما تيغنيو له واحد الاغنيه، واما تيعودوا له شي حاجه اللي هي مزيانه، ماشي شي حاجه اللي تكون تتخوف ولكن شي حاجه مزيانه. فوق من هذا الشيء كامل تيخصنا نعرفوا بان انه الطفل في هذا السن هذا ملي تيكون صغير بعد نوبات تيكون تيشخر، والاباء تيبداو يسولونا تيقولوا لنا واش هاد الشخر هذا واش هو صعيب للطفل. خصنا نعرفوا بان انه هذاك راه مرض بالنسبه للطفل. يمكن الدري ينعس واحد المده ديالو ديال 10 ديال السوايع، ولكن اذا كان تيشخر النعاس ديالو ما تيكونش صحي، تيكون مقطع بداك الشخير، وتيخص داك الساعات في هاد الحاله هادي يشوف طبيب اختصاصي في الانف والاذن والحنجره باش يشوف واش ما كانش عنده جلود في الانف ديالو ويحيدوهم له والدري تيبرا. الا كان داك النعاس غير صحي ولا بد تاثر على الطفل، بحال الا ما كانش ناعس نهائيا. دونك هذيك حالات مرض الاباء خصهم يعرفوها اللي خص ولا بد العلاج ديالها. من جهه اخرى خصنا ناكدوا على انه التلفزيون ولا لا تابلت ولا التليفون اللي دابا رجعوا عاديين في العائله، حتى هما راهم هذوك تاثروا بزاف على النوم ديال الطفل. اولا تيهيجوه في الدماغ ديالو، ما تيخليوش داك عقله يكون مرتاح باش يدخل داك النوم الصحي. وثانيا داك الضوء ديال التليفون ولا ديال لا تابلت ولا ديال لا تلفزيون تيمكن لها تاثر له على النوم ديالو، على واحد الهرمون اللي سميتها لاميلاتون، اللي ولا بد في وقت النوم تكون الدات محتاجه بها باش تنعس.
لاجل هذا تنقولوا للاباء يردوا بالهم، ما يخليو واخا بغاو يخليو الاطفال ديالهم يتفرجوا شويه في التلفزيون ما يفوتوش واحد نص ساعه ولا ساعه على الارض ديال المكانه، ولي بروغرام يكونوا محروسين باش انه ما يشوفش الدري اي حاجه بحال داكشي التواتم كله ياثر له على العقل ديالو. وتنأكد بزاف 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 على الامهات اللي بعد النوبات تيحطوا وليداتهم صغار 6 شهور عام ولا عامين تيحطوهم قبل لا التلفزيون باش يمكن لهم يدوروا شغلهم في دارهم، داكشي تنأكد عليهم ونقول لهم بانه هذيك التلفزيون تتخرج لهم ماشي غير على النعاس ديالهم ولكن تتاثر لهم حتى على النمو العقلي ديالهم. وهاد الاطفال كلهم تلقاو واحد الصعوبه معاهم من بعد حيت ما تيبقاو لا يركزوا ولا يكونوا معنا ملي تنكونوا في المجتمع، وتيولي بحال واحد النوع ديال الاوتيزم اللي تنبقاو فريمون عندنا واحد الصعوبه كثيره باش نداويوها. دونك ناكد عليكم النعاس مهم للطفل، ولا شفتوا بانه كاين شي مشكل في النعاس ديال الطفل ديالكم دويو مع الاطباء ديالكم ولا الطبيب ديال 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 ديالكم العائلي، وفسروا له انه راه هو داك الطفل ديالكم واما ما تينعش مزيان واما ملي تيفيق ما تيفيقش مزيان وما عندوش الطاقه الكافيه ما تيكونش باغي يمشي للمدرسه ما تيبغيش يقرا مزيان تيكون دائما عيان. شوفوا وحرصوا على انه النوم ديالو يكون صحي.